نشاط حقوقي بحراني شهده الأسبوع الأول للدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جنيف سويسرا، وبالنيابة عن 33 دولة أصدرت بيانا في الجلسة الافتتاحية للمجلس دانت فيه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وهو البيان الذي رحب به التحالف الحقوقي البحراني الذي تقوده منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين. We'd like to welcome the joint statement made during this debate by Switzerland on behalf of 33 states highlighting the ongoing human rights abuses in the Kingdom of Bahrain. أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين نظمت ندوة في اليوم الثاني لبدء أعمال الدورة سلطت فيها الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وعلى انعكاسات البيان المشترك على الأوضاع في البلاد. المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين استقبل في اليوم الثالث وفدا حقوقيا بحرانيا برئاسة حسين عبد الله المدير التنفيذي للمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حيث تم إطلاعه على ما يجري في البحرين من انتهاكات سبق ودانها المفوض السامي في خطابه الافتتاحي لأعمال الدورة السابقة. أنني وجدت أن الحالة الحقوقية قد ساءت وتدنت مستوياتها وفاقت ما كانت تمارس في حقبة السلامة اللاوطنية، وهذا ما ثبت من في الأحداث الأخيرة التي شهدها سجن جو المركزي في 10 مارس الماضي، حيث طال التعذيب الوحشي والإهانات كافة شرائح السجناء. وفي هذا الصدد فإننا نؤكد على ما طلب به سيارة المفوض السامي في كلمته للدورة رقم 29 في شهر يونيو لإجراء تحقيق في أحداث سجن جو الأخيرة استناداً للتقارير الواردة. منظمة أمريكيون أشارت في مداخلاتها إلى قمع الحريات الأساسية في البحرين وفي دول الخليج الأخرى وخاصة دولة قطر. في دولة قطر يواجه الشاعر محمد بن ذيب العجمي حاليا حكما بالسجن لمدة 15 عاما في سجن قطر نظرا لممارسته لحرية التعبير. الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن كانت موضع اهتمام منظمة أمريكيون التي استرعت انتباه المجتمع الدولي لحجم معاناة أهل اليمن جراء العدوان السعودي. The economic infrastructure of Yemen is almost completely destroyed. The Saudi-led coalition imposed land, air and sea blockade on 27 million Yemenis has caused about 13 million people to be without adequate access to basic food supplies. السعودية التي احتلت قواتها البحرين في العام 2011 أثار الناشطون الحقوقيون انتهاكات حقوق الإنسان فيها وخاصة ممارسات التعذيب، وذلك عبر الندوة التي نظمتها أمريكيون من أجل الديمقراطية وبالتنسيق مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية وفي طليعتها العفو الدولية. وأما اليوم الأخير من الأسبوع فكان الاختفاء القسري للأفراد وخاصة من أبناء الأسرة الحاكمة في السعودية موضوع الكلمة التي ألقاها الحقوق حسين عبد الله. بعد أكثر من عقد لا زالت الأميرات السعوديات سحر بنت عبد الله آل سعود وجواهر بنت عبد الله آل سعود ومها بنت عبد الله آل سعود وهالة بنت عبد الله آل سعود بنات الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود تحت الإقامة الجبرية التعسفية، مع استمرار تعرضهن لسوء المعاملة والإساءة النفسية التي قد تصل إلى حد التعذيب. أسبوع حافل بالنشاطات للتحالف الحقوقي البحريني الذي يسعى لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وعبر استخدام الآليات الأممية. النشاط الحقوقي البحريني لن ينتهي بانقضاء الأسبوع الأول من اجتماعات الدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، بل سيتواصل خلال الأسبوعين المقبلين لتعريف المجتمع الدولي بالمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في البحرين. ساهر عريبي للبحرين اليوم من أمام مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف.